بعد تحرير الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للمنفذ الغربي، تعز على موعد مع أول ثمار النصر، حيث تمكنت مبادرات محلية من إدخال أول قافلات مساعدات غذائية إلى المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف. كسر حصار جماعة الحوثي صالح لمنفذ الغربي بمحافظة تعز، وترون فرحة الناس بهذا الانتصار الذي بدأت تنتعش، ونحن اليوم نستقبل الدفعة الأولى من مواد غذائية. ما تحمل هذه الشاحنات هي 40 طن من المواد الغذائية والتمور. إذن عادت شمس الحياة لتشرق من جديد على هذه المدينة بعد أن كان الموت يسكن في منافذها، وخرج الناس مبتهجين للبحث عن حاجياتهم الأساسية في العيش ومواصلة رحلة التحرير والخلاص من الميليشيا التي لا زالت تسيطر على بقية المنافذ الأخرى. تكمن أهمية تقدم الجيش والمقاومة في المنفذ الغربي في تأمين الوصول بين عدن وتعز عبر منطقة التربة مروراً بهجة العبد، ما يجعل الطريق سالكاً لدخول مزيد من قوافل الدعم الإنسانية والعسكرية إلى المدينة التي لا زالت تشهد مواجهات عنيفة في الجبهة الشرقية والشمالية. ثمرات الانتصار في فتح خط الضباب عدن وبقية المديريات الواقعة في جنوب وغرب مركز المحافظة تعز. يأمل المدنيون أن يكون تحرير المنفذ الغربي مقدمة لتحرير بقية المنافذ الأخرى وعودة تعز إلى طبيعتها المسالمة والهادئة.